بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. نعم، وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات السورية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. قد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه فخامة الرئيس السوري ولأسر الضحايا ولشعب سوريا الشقيق في هذا المصاب الأليم، راجيا جلالته العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، متمنيا جلالته للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدا جلالته تضامن مملكة البحرين حكومة وشعبا مع الجمهورية العربية السورية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، داعين الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق من كل مكروه.